الظهيرة من الميادين وإليكم ما فيها. اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة تكشف عن انتهاكات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. روسيا تعلن فشل خطة واشنطن لخرق حدود فنزويلا وتؤكد معارضتها المشروع الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن. رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد بالإفراج غدا عن الطيار الهندي كبادرة حسن نية تجاه نيودلهي. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من تكرار نموذج سوريا في بلاده واعتقال صحفيين خلال وقفة احتجاج في العاصمة. قمة هانوي تختتم من دون اتفاق واضح، وترامب يعلن اشتراط كيم رفع العقوبات لتفكيك السلاح النووي من مناطق محددة. أهلا بكم. نشرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال احتجاجات غزة تقريرها، ولا سيما حول الانتهاكات خلال مسيرات العودة العام الماضي. التقرير الأممي أشار إلى أن بعض هذه الانتهاكات الإسرائيلية يمكن أن يصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كاشفا أن قناصة الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على أكثر من 6000 متظاهر أعزل، ما أدى إلى مقتل 189 شخصا معظمهم بالرصاص الحي، وبينهم 35 طفلا إضافة إلى آلاف الإصابات. كما كشف التقرير الأممي أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحفيين ومسعفين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة بالرغم من عملهم المسبق بهوياتهم. القائم بأعمال الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس رفض تقرير الأمم المتحدة ووصف في بيان التقرير بالمسرحية العبثية، واتهم الأمم المتحدة بأنها أصدرت تقريرا آخر عدائيا وكاذبا ومحرفا ضد إسرائيل، فلا أحد يستطيع إنكار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق كاتس. أفرجت قوات الاحتلال عن النائبة السابقة في المجلس التشريعي القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بعد اعتقال إداري دام 20 شهرا. جرار دعت عبر الميادين إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، محذرة من هجمة منسقة ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيات للاستفراد بالحركة الأسيرة. مصلحة السجون وإرادة المحتل لن تستطيع أن تهزم أسرانا وأسيرات، وحالة التضامن المتواجدة هذه تقوي موقف الأسرى وتجعل الإجراءات العقابية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون تفقد قيمتها حينما يرفض الأسرى والأسيرات هذه الخطوات، وهذه تحتاج إلى دعم شعبي دائم، تحتاج إلى مساندة وإسناد. ومن هنا واسمحوا لي أيضا عبر شاشتكم أن أوجه التحية لكل من يدعم أسرانا وأسيراتنا، كل النشطاء في كل العالم سواء العالم العربي أو النشطاء الدوليين أو شعبنا الفلسطيني، وندعو إلى أوسع حملة تضامن وإسناد لمعتقلينا ومعتقلاتنا في داخل السجون. أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي سينفذون اليوم أولى خطواتهم التصعيدية. ووفق مكتب الإعلام فإن هذه الخطوة ستشمل مجموعة من المعتقلات هي نفحة ورامون وإيشل إلى جانب سجن النقب. مضيفا أن الخطوات ستتخذ الطابع الجماعي وستمتد لتصل إلى مختلف المعتقلات والسجون. رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قال إن الأمور في السجون الإسرائيلية ستشهد تأزما ما قد ينذر بصدام، فالمعتقلات أصبحت كبرميل بارود. فارس أضاف للميادين أن خطوات الأسرى ستتصاعد وصولا إلى إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام. السجون تحولت إلى برميل بارود قد ينفجر نتيجة انفعال من أسير، وإدارة السجون متحفزة للهجوم على الأسرى وتريد أن تقمع في هذا الجو الانتخابي في إسرائيل، والأسرى يستشعرون خطرا على حياتهم، وهذه ليست هي الخطوة الأولى، يعني هي خطوات متدحرجة وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام. كما فهمت من الأسرى لن يأتي شهر رمضان دون أن تكون هناك خطوة شاملة.
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني إلى الاحتشاد والمرابطة في المسجد الأقصى، وإلى تصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل كل أشكال الاشتباك معه. فصائل المقاومة وفي بيان لها أكدت أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها، وأنها لن تتركهم وحدهم في مواجهة قوات القمع. وأعلنت عن استمرار الحراك المتواصل في مسيرات العودة وكسر الحصار، كما لفتت إلى أن يوم الجمعة سيكون يوما مشهودا لدخول مسيرات العودة عامها الثاني، مطالبة الجهات العربية والدولية والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها في لجم الإجرام الصهيوني والضغط عليه لرفع الحصار عن القطاع. ومن بيت لحم مشاهدينا ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. أهلا بك ناصر. إذن هناك جملة من التطورات اليوم في الملف الفلسطيني، ولكن سأبدأ من تقرير الأمم المتحدة. هذا التقرير الذي أعلن صراحة بأن هناك انتهاكات إسرائيلية خاصة في حق مسيرات العودة قد ترقى إلى جرائم حرب. من الواضح أن إسرائيل لم يعجبها هذا القرار. ما هي أهمية هذا القرار اليوم، وخاصة بعدما شاهدنا ردة فعل الإسرائيلية التي تتهم الأمم المتحدة بالكذب فيما خص هذا التقرير؟ تحياتي عبد الرحمن. في الحقيقة هذا التقرير يشكل صدمة كبيرة للخارجية الإسرائيلية وسياسة نتنياهو التي اعتمدت التدليس، وخصوصا في الشرق الأوسط وحتى في توجهها مع الدول العربية. وجود هذا التقرير وأن 189 شهيدا فلسطينيا معظمهم مدنيون وأطفال وصحفيون بلباس الصحافة ومسعفون بلباس الإنقاذ تم قتلهم برصاص القناصة، هذا شكل عبء كبير جدا على الخارجية الإسرائيلية لا تستطيع تبريره. إسرائيل طالما اعتمدت على الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية جرائمها، لكن هذه المرة خصوصا في التوقيت في فترة الانتخابات الإسرائيلية في اليوم الذي ستقدم فيه ثلاث لوائح اتهام ضد نتنياهو، لا سيما الملف 4000 الذي يتهمه علانية بالرشوة وربما يحطم مستقبله السياسي. هذا يأتي إضافة نوعية وأسرار من جانب المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة على كشف الحقيقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وتهديداتها منذ سنتين في فترة ترامب لم تردع خبراء الإنسانية في الأمم المتحدة من قول الحقيقة. هذا يعطي دفع على مسيرات العودة باعتبارها مسيرات سلمية. إسرائيل حاولت أن تثبت أو أن تقول بأنه هنالك ألغام وهنالك عبوات ناسفة، وبالتالي كانت هذه ساحة حرب مسموح استخدام الرصاص الحي فيها. خبراء الأمم المتحدة كذبوا هذه الادعاءات الإسرائيلية، مع الإشارة أن إسرائيل تمنع عبد الرحمن كما منعت أيام مجزرة مخيم جنين تقرير جولدستون، تمنع أي خبير دولي من الهبوط في اللد والوصول إلى غزة أو الأراضي الفلسطينية للتحقيق في شبهة الجريمة وحتى جريمة حرب. ناصر، من بين أيضا الملفات اليوم في فلسطين المحتلة والتي يبدو وأنها على نار حامية، يعني قدورة فارس يصف موضوع الأسرى بأنه وكأنه كبرميل بارود، النائبة المفرج عنها خالدة جرار الأسيرة المحررة أيضا إذا صح الوصف أيضا دعت إلى الوقوف إلى جانب الأسرى. هناك اليوم من قبل الأسرى الحديث عن خطوات تصعيدية، ما هو المتوقع من هذه الخطوات؟ كيف يمكن أن تكون هذه الخطوات التصعيدية من قبل الأسرى، خاصة أنها ستأخذ شكل عام؟ يعني هناك خطوات ستكون من قبل جميع الأسرى خطوات تصعيدية. في الساعات الماضية زرت أسرى محررين من حماس وفتح، قالوا لي حرفيا بأنه أولا هناك قيادة موحدة لجميع الفصائل وهذا شيء نوعي راقي متقدم في النضال الفلسطيني. اثنين بأنهم لن يرضخوا، هذه حملة انتخابية على حقوق الأسرى. ثلاث أنهم يرفضون التعامل مع هذا الأمر بأنه امتيازات، وقتما تريد مصلحة السجون تسحب حقوقهم باعتبار أنها امتيازات. أربعة بأنهم ذاهبون إلى التصعيد وإلى المواجهة إلى أبعد حد يمكن، وبالتالي نحن فعلا كما قال الأخ قدورة فارس أمام برميل بارود، الأسرى لهم تأثير مباشر وساخن على المجتمع الفلسطيني كلهم. الملف الأول الحساس العاطفي الوجداني عند الشعب الفلسطيني كله، الجميع يعتبرهم جنود ذهبوا أسرى حرب، وبالتالي على القيادة أن تفرج عنهم بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز تركهم في السجون 30 و40 عاما. هم في وجدان القضية الفلسطينية، لذلك يتفاعل الشارع معها كثيرا.
في الحقيقة الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة الآن هي استخدام أجهزة تشويش على الأسرى بحجة منع الاتصالات الهاتفية وعزلهم عن العالم رغم أن هذا مخالف لحقوق الإنسان. اثنين، استخدام أجهزة قد يضر بصحة الأسرى لأنهم في مكان واحد ولا يتحركون والإشعاعات تصلهم مباشرة 24 ساعة في اليوم، وبالتالي يمكن أن تخلق لديهم أمراض مزمنة وأمراض السرطان والإشعاعات، لذلك هم سيتصدون لهذا الأمر دون عوادة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، حدثنا مباشرة من بيت لحم. بعدما يزيد على عامين من التحقيقات وقبل إصدار المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقدم حزب الليكود بالتماس إلى المحكمة بوقف نشر القرار الذي قد تكون له انعكاسات مباشرة على المعركة الانتخابية في إسرائيل. منال إسماعيل. فيما كان ينتظر الجميع في إسرائيل إصدار المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت توصياته في التهم الموجهة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمعروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، تقدم حزب الليكود في اللحظة الأخيرة بالتماس إلى محكمة العدل العليا بوقف نشر قرار مندلبليت قبل الانتخابات. تقديرات المحللين في إسرائيل التي سبقت قرار المستشار القضائي توقعت توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في الملفات التي يجري التحقيق مع نتنياهو بشأنها. حزب الليكود أعلن أنه تقدم بواسطة المستشار القضائي للحزب وليس مستشار نتنياهو إلى محكمة العدل العليا بالتماس يقضي بعدم نشر المستشار القضائي للحكومة بيانه بحق نتنياهو قبل الانتخابات. قرار المستشار القضائي للحكومة الذي كان يفترض صدوره قبل 40 يوما من الذهاب إلى صناديق الاقتراع يمثل حتى من دون إعلانه لحظة حاسمة في انتخابات الكنيسة 21، حيث تحول إلى قضية مركزية في الانتخابات قد تصعب على نتنياهو تشكيل ائتلاف. تقديم لائحة الاتهام قبل الانتخابات لا يعني انتهاء الأمور بالنسبة لنتنياهو الذي استعد مسبقا لاحتمال كهذا عبر حملاته الانتخابية، وبحسب مراقبين فإن أمام نتنياهو سنة على الأقل قبل صدور القرار الاتهامي النهائي بحقه. تجدر الإشارة إلى أن الاستماع سيتم بعد أشهر طويلة، وبهذا المعنى فإن الاستعداد الأساسي لنتنياهو هو استعداد شعبي وسياسي لكل تبعات نشر هذا القرار الذي حاول منعه بأي طريقة. صدور قرار المستشار القضائي للحكومة قبل الانتخابات يحتم على نتنياهو إعادة ترتيب أوراقه الانتخابية والاستعداد جيدا ليس للفترة الحالية فحسب بل لما قد يحدث بعد الانتخابات أيضا. أكدت الخارجية الروسية أن روسيا لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن حول فنزويلا والذي لا يقدم جديدا بل المزيد من التضليل. المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أكدت أن الخطة الأمريكية للتدخل في فنزويلا بذريعة المساعدات الإنسانية فشلت فشلا ذريعا. وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد قدمتا مشروعين لقرارين منفصلين للتصويت عليهما في مجلس الأمن بشأن الوضع في فنزويلا. مشروع القرار الروسي يعبر عن القلق حيال التهديد باستخدام القوة ضد دولة تتمتع بالسيادة والوحدة والاستقلال وحيال التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية. من جهتها خففت واشنطن قرارها الذي كان يعتبر الوضع في فنزويلا مهددا للسلم والأمن الدوليين إلى دعوة لقرار لإعادة الحكم الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول مشاريع القرارات في مجلس الأمن إن كان من الولايات المتحدة أو روسيا ينضم إلينا من نيويورك مراسل الميادين نزار عبود. أهلا بك نزار. إذن الكباش الروسي الأمريكي في مجلس الأمن يتجدد، ولكن هذه المرة هي فنزويلا التي تتصدر المشهد في مجلس الأمن بعدما كانت سوريا في السنوات الماضية هي موضع الكباش ما بين الولايات المتحدة وروسيا. يعني ما هو متوقع من جلسة اليوم خاصة بعدما خفضت الولايات المتحدة من سقف قرارها وبات يدعو إلى انتخابات رئاسية وإلى أن تسود الديمقراطية في فنزويلا؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. لا شك طبعا أن المسألة الفنزويلية باتت في الصدارة، ما
ونجحت الولايات المتحدة في إدراج فنزويلا على مجلس الأمن كمادة أو كبند خاص. كانت القضية في السابق لإدراج أي دولة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لا بد أنها تكون تندرج تحت بند السلم والأمن الدوليين، لكن بما أن ليس هناك من نزاع مسلح في فنزويلا وليس هناك من تهديد للسلم والأمن الدوليين، فاستطاعت بالتصويت التقني الولايات المتحدة حشد 9 أصوات، يعني هو هي الحد الأدنى من الأصوات لكي يصبح هناك بند في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي يدعى بند فنزويلا. وكان هذا طبعا هناك معارضة صينية روسية قوية ومن دول أفريقية ودول آسيوية لهذه الخطوة، لكن 6 أصوات مقابل 9 أصوات استطاعت الولايات المتحدة بضغوطها وعلاقاتها والدول جعل فنزويلا على بند مجلس الأمن الدولي، وهذا يمهد العديد من الجلسات كما أسلفتم، حيث أن فنزويلا ستبقى على هذا البند حتى تتغير الأمور في فنزويلا أو تتغير السياسة الغربية في هذا الاتجاه. لا شك طبعا أن الجلسة كما قال زخاروفا ستتسم بفيتو روسي وربما أيضا صيني عليه، هناك تنسيق صيني روسي عالي، هناك مصالح مشتركة في روسيا في فنزويلا، وبالتالي التنسيق قد يعبر عن نفسه كما حصل في عدة مناسبات في الأزمة السورية. يعني نزار، ما هو المتوقع؟ يعني ماذا يتوقع أن تشهد الجلسة؟ ما هو المتوقع من هذه الجلسة؟ هناك طبعا ربما تتراجع روسيا تطرح مشروع قرارها تسقط القرار الأمريكي للفيتو، وبالتالي الجلسة أعتقد شهدنا قبل يومين جلسة مطولة استمرت من الصباح من العصر حتى وقت متأخر من الليل، تحدثت فيها عشرات الدول معبرة عن القلق من أزمة فنزويلا. لا أعتقد هذه الجلسة ستكون مطولة مثل تلك، لكن بالتأكيد ستكون هي مجرد عض أصابع بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأزمة الفنزويلا. شكرا جزيلا لك نزار عبود مراسل الميادين في نيويورك، حدثنا عبر الهاتف من هناك. وفي فنزويلا أعلن الرئيس نيكولاس مادورو أن غالبية الفنزويليين تعارض التدخل العسكري وتدعو إلى الحوار، فيما تتواصل التظاهرات في كاراكاس دعما للشرعية. فاطمة قاسم. لم يكل أو يمل هؤلاء الفنزويليون من حب القائد هوغو تشافيز ودعم خليفته. بعشرات الآلاف يملؤون شوارع كاراكاس يتشاركون مع القوى الأمنية والعسكرية في استعدادهم للتصدي لأي غزو إمبريالي ورفض تدخل واشنطن وحلفائها في شؤون بلدهم. كدأبه ديوسدادو كابيلو رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية كان حاضراً. لن يمروا من هنا، يعتقدون أنهم سيأتون بالإمبريالية مع جنودهم لغزو شعب تشافيز وإطلاق النار عليه، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أو جبناء ولن نتركهم يطلقون النار على الناس، إنهم لا يعرفوننا. الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو كان في تلك الأثناء يحيي هذا الاتحاد الوطني للدفاع عن السلام ويشارك داعميه معارضتهم التدخل العسكري، غرد على تويتر قائلا إن الفنزويليين يعارضون التدخل في شؤون البلاد الداخلية ويدعون إلى الحوار من أجل حل الأزمة في البلاد. هذه الأزمة ستبحثها ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. رودريغيز ستناقش مع لافروف الوضع في فنزويلا وتنسيق الأعمال لمنع أي محاولات لشن حرب عليها ولحماية مبادئ الأمم المتحدة. وتأييدا للحكومة الفنزويلية ضد التدخل الأمريكي، نظمت تظاهرة في العاصمة اليمنية صنعاء أكدت خلالها الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان على اليمن وتيار اليسار الثوري اليمني دعمهما لسيادة فنزويلا وكرامتها، وعبر خلالها المشاركون عن رفضهم للتدخلات الأمريكية السافرة. إن في هذا العصر
الاحتلال الصهيوني. تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالإفراج غدا عن الطيار الهندي الذي أسقطت باكستان مقاتلته أمس. وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان أشار خان إلى أن الخطوة تأتي لإظهار حسن نية باكستان تجاه الهند بعد التصعيد العسكري بين البلدين خلال الأيام الماضية. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن نظيره السعودي إبراهيم العساف سيزور باكستان حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي. قريشي لم يقدم تفاصيل إضافية عن رسالة ابن سلمان. ووسط تصاعد التوتر العسكري بين البلدين، علقت باكستان عمل خط السكة الحديدية الرابط مع الهند صباح اليوم. بدورها بدأت الهند ببناء أكثر من 14,000 ملجأ حصين للأسر التي تعيش على امتداد حدودها مع باكستان في ولاية كشمير. يأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على سلامتهم قرب منازلهم بدلا من إجلائهم. مهندسون حكوميون كشفوا أن العمل على بناء الملاجئ بدأ في حزيران يونيو من العام الماضي. وللمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في باكستان ينضم إلينا مراسل الميادين في أسلام أباد بكر يونس. أهلا بك بكر. إذن أبرز التطورات ربما هي الزيارة التي أعلن عنها لوزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إلى باكستان. هل هناك من تفاصيل حول فحوى الرسالة التي قيل أنه سيبعثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الحكومة الباكستانية؟ حتى الآن لا توجد تفاصيل حول هذه الرسالة. لابد أن أوضح أن قبل قليل كانت هناك أنباء عن أن الزيارة أجلت لموعد غير محدد حتى اللحظة. هناك تحرك كبير في الأوساط الباكستانية. اجتماع برلماني حضره رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال فيه بأنه سيطلق سراح الطيار الهندي الذي تم اعتقاله بعد إسقاط طائرته في باكستان. الأمر الذي دفع السلطات الهندية وتحديدا القيادة العسكرية التي كانت من المفترض أن تعقد مؤتمرا صحفيا قبل ساعة من الآن إلى تأجيل مؤتمر صحفي لوقت أيضا غير محدد بسبب التغيرات والموقف الباكستاني الذي يعتبر موقف صادم من طرف الهند التي كانت تتوقع أن تتمسك باكستان بشكل نهائي بالطيار كما اعتقد لديها والتفاوض عليه، لكن يبدو ان باكستان لديها خطه اخرى ويبدو ان باكستان ستقوم بالفعل الان بالتحرك من الطرف او من الجانب السياسي على ان تشكل ضغطا سياسيا على الجهه الهنديه. باكستان لا تريد الحرب حسب ما قال عمران خان اليوم في البرلمان، لكنه اكد بان باكستان والقوات العسكريه الباكستانيه مستعده لكل جديد من الطرف الهندي. يعني نفهم منك بكر أنه باكستان تحاول من خلال هذه الخطوة نزع فتيل وسحب أي ذريعة تخص أو ممكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع ما بين البلدين. بالفعل هذا ما أوضحته باكستان، وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا التوتر بين الهند وباكستان هو إيقاف العمل العسكري والوصول والجلوس إلى طاولة المفاوضات. لكن على الجانب الآخر على الأرض الواقع هناك تعزيزات حسب بعض المصادر وتحركات عسكرية للجيش الباكستاني على الحدود الشرقية المحاذية للهند. هناك تأهب واسع للتحركات الباكستانية. أيضا الجهاز الإعلامي للجيش الباكستاني قال بأن الجيش الباكستاني على أهبة الاستعداد وأنه يستعد في كل لحظة لأي تحرك هندي على خط الهدنة الفاصل في منطقة كشمير وأيضا على الحدود الهندية الباكستانية في شرق باكستان. وزير الإعلام الباكستاني قال بأن على المواطنين في الجانب الباكستاني لكشمير عدم التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحركات الجيش، لأن هذا يكشف تحركات الجيش للجانب الهندي. إذن هناك التوتر لا زال مستمرا على المنطقه الحدوديه والشريط الحدودي الباكستاني الهندي، ولكن بشكل اخر باكستان تتحرك متسارعه على الجانب السياسي لانهاء ونزع فتيل التوتر بين الجانبين. يعني في ظل هذا التوتر بكر الذي تتحدث عنه وفي ظل هذا التصعيد ما بين البلدين، ربما يبقى الاكثر تاثرا هم اهالي كشمير. الوضع في كشمير، وضع الناس هناك كيف يبدو، خاصه ان هناك كان اعلان عن اغلاق مطارات، حظر جوي، ايقاف سكك حديديه. اهالي كشمير كيف يعيشون اليوم؟
الكشميريون بشكل عام رحبوا يعني بالتحرك الباكستاني وسقوط الطيارة الهندي والاستعداد الكبير الذي أبداه الجيش الباكستاني والتحرك السريع ومنع القوات الهندية من التقدم على الاختراقات الجوية للجانب الباكستاني. من ناحية أخرى هناك حقيقة كثير جدا من الأضرار بعد إغلاق الحدود الهندية الباكستانية ووقف الرحلات البرية والجوية بين البلدين لا سيما من الناحية التجارية. الكشميريون معتادون نوعا ما على هذه الأوضاع خاصة أن كشمير هي المنطقة الحدودية الأكثر التهابا بين باكستان والهند، لكن هناك تأثير أيضا على الجانب الاقتصادي، فالعملة الباكستانية الآن تدهورت بشكل كبير جدا منذ يوم أمس حتى اليوم بنسبة تقريبا 2-3% خلال يوم واحد. إذا هناك الكثير جدا من التداعيات السلبية التي لا تريدها باكستان، لكن لابد أن نشير أيضا مرة أخرى إلى الاجتماع الذي قام به بالأمس متحدث باسم الجيش الباكستاني لبعض الصحفيين الأجانب الذي قال فيه أن باكستان بالفعل تسعى إلى السلام على الهند ولكنها على أهبة الاستعداد وأن باكستان تتأهب لأي تحرك هندي منذ 3 سنوات. إذا هناك تصور باكستاني لأن الهند لن تصبر على الخروقات. عفوا لا، سنشكرك بكر يونس مراسل الميادين في باكستان، حدثتنا مباشرة إسلام أباد، أشكرك جزيل الشكر. حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الشعب الجزائري من تكرار نموذج الحرب في سوريا. أويحيى وفي كلمة له داخل البرلمان دعا الشباب إلى التعقل موجها تحية إلى الروح السلمية التي تميزت بها التظاهرات. أويحيى حذر من بعض الأطراف الذين يريدون استغلال الأوضاع لزرع الفتنة والدعوة إلى الخراب. ونظم صحفيون جزائريون وقفة احتجاج في ساحة الحرية بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة الجزائر رافعين شعار صحافة حرة ديمقراطية. الصحفيون طالبوا بحرية التعبير ورفض التعتيم الإعلامي معبرين عن رفضهم الولاية الرئاسية 5 في مظهرة المشاهد الطوق الذي فرضته قوات الأمن التي منعت الصحفيين من إكمال اعتصامهم وأوقفت عددا منهم ولا سيما من المصورين. الشارع الجزائري في حالة استنفار وترقب للمستجدات السياسية المتسارعة في البلاد عقب احتجاجات الجمعة الماضية. الأحزاب السياسية دخلت في مرحلة ارتباك سياسي، بعضها ركب موجة الاحتجاجات والبعض الآخر بقي في موقع المساند لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وانتقد من يمنعه من ذلك. المترشح تاعنا ألا وهو المجاهد سيحترم بجدارة المواعيد والقوانين طبقا للدستور وقانون الانتخابات وسيقدم ملفه يوم 3 مارس المقبل. أحزاب المعارضة اصطدمت بحالة الاستنفار الأمني والسياسي في البلد المقبل على جمعة غضب مليونية. الشعب الذي يقوم بالتغيير، وهذه المرة لا تنتظروا من الشعب أن يكون عنيف ولا تنتظروا منه تكسير، إنما تنتظروا منه أن لا يقبل بالخامسة، ومن يقبل بالخامسة فهو آثم ومفسد للجزائر. شخصيات سياسية غير متحزبة ومجاهدون ومثقفون أطلقوا مبادرة للحفاظ على سلمية الاحتجاجات والإسراع بالإصلاحات السياسية العميقة. الشارع اليوم على مستوى الجامعات وعلى مستوى الأساتذة في الجامعات وعلى مستوى رجال القانون وعلى كل المستويات، هذا تخصهم حاجة واحدة، تخصهم تنسيقية ولا سميها واش سميها، ويتكلموا مع النظام مباشرة. على كل الاحتمالات المشهد السياسي في الجزائر مفتوح قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات ترشح، والأنظار مشدودة نحو نتائج التقرير الطبي للرئيس بوتفليقة. استباقا لجمعة الغضب الثانية، رسائل دعم لمطالب الشارع وأخرى للتهدئة، فيما تتمسك أحزاب الموالاة بالمواعيد الدستورية من إيداع ملف ترشح الرئيس بوتفليقة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.
وعن كل هذه التطورات سينضم إلينا الآن مباشرة مراسل ميادين في الجزائر جزائر أسامة عبد النور. أهلا بك أسامة. إذن اعتقال صحفيين، دعوات لتظاهرات مليونية غدا، أيضا هناك دعوات ومبادرات للوصول إلى حل. كيف يبدو الوضع في الجزائر وبحسب يعني التطورات والمعطيات الموجودة إلى أين يتجه؟ فعل هناك حراك وتطورات ومتسارعة جدا في المشهد في الجزائر. على الصعيد السياسي اليوم خطاب رئيس الحكومة السيد أحمد يحيى الذي حذر من سيناريو خطير مقبل عليه البلاد بعدما انتقل أو بعد المخاوف من توجه الحراك الشعبي إلى عنف واصطدامات وتصادم مع رجال الشرطة الذين يبدو أنهم يمسكون القبضة في الشارع والذين لا يسمحون بأي تجاوزات وبأي يعني تجمعات قد تهدد الأمن العام. على المستوى الشعبي، على المستوى الشارع، خرج اليوم مجموعة من الصحفيين ينددون بالتعتيم الإعلامي على المظاهرات الذي وقع والذي مباشرة تم تحريره من طرف الوصاية في الجزائر، التي نزل حتى وزير الاتصال الجزائري في نهاية الوقفة الاحتجاجية وقال بأن حرية التعبير في الجزائر مكفولة دستوريا وهي حق لكل مواطن أن ينقل المعلومة كما هي من الشارع ولا يوجد تضييق أبدا. ولكن شخص رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة خط أحمر لا يمكن السماح بالإساءة إلى رمز من رموز الدولة الجزائرية، وهو رئيس ما زالت لم تنتهي ولاياته الرئاسية بعد بشكل رسمي إلى أن يقدم ملف ترشحه بالآجال القانونية التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل يعني يوم الأحد. إذن هناك تسارع في الأحداث في الجزائر وهناك تخوف كبير لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى السياسي ولا حتى على مستوى جمعيات المجتمع المدني والمثقفين من المجاهدين. هم متخوفون من أن ترجع الجزائر إلى النقطة الأولى وإلى مصادمات عنيفة دموية ترجع البلاد إلى العشرية السوداء مثل ما يقول البعض. هناك كذلك تخوف من أن يكون هناك انسداد سياسي بعدما ربما لا يمكن الوصول إلى حل بين المعارضة والموالاة فيما يخص الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تكون حالة من الطوارئ وستتوقف البلد إلى حين إيجاد مرشحين يمكنه أن يخلط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم في البلاد. البلاد ربما تقف أمام تحولات موصوفة بالتاريخية في الجزائر، ولكن المطلوب والمناشدات ترتفع بتغليب لغة العقل والتعقل والخطاب على البلد والمكاسب التي حققتها الجزائر من ثورة ما زالت في حد الساعة هي أعظم ثورة في القرن العشرين. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين في الجزائر أسامة عبد النور، حدثتنا من هناك عبر الهاتف. وصفت الخارجية السودانية بيان الدول الغربية بشأن حال الطوارئ في البلاد بأنه تدخل فظ في شؤون السودان الداخلية. ووفق الخارجية فإن البيان بني على افتراض ضمني هو أنها فوضت نفسها تفويضا خاصا للتعامل مع قضايا السودان، وهو تجاهل أن إعلان حال الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقا لدستور البلاد. كما تجاهل بيان الدول أن حالة الطوارئ لا تعلق أي نوع من الحريات أو الحقوق، وأنما هدفت إلى تأكيد الالتزام بالقانون وفق بيان الخارجية السودانية. إلى ذلك قال عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني أن حال الطوارئ التي فرضت أخيرا لا تستهدف إنهاء التظاهرات ضد الرئيس البشير بل التصدي للتهريب، مشيرا إلى أن المتظاهرين هم مواطنون سودانيون. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الفيضانات تغرق عشرات المباني شمال سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم من جديد. قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون يملك رؤية تجاه سوريا لم تتبدل طوال فترة الأزمة، وكان دائما متيقنا من انتصارها وانتصار الرئيس بشار الأسد. موقف عبد الكريم أتى في حديث لبرنامج حوار الساعة على الميادين. أنا زرته أظن في الساعة السادسة مساء يوم الأحد، يعني ربما كنت آخر ضيف يستقبله فخامة الرئيس عون، وأنا يعني زرته لأشد على يديه لأبلغه تحية السيد الرئيس
أنه تضامن سوريا معه وقوفها إلى جانب، ولكن هو لم يرد هذا الكلام. بدأ سألني كيف الأوضاع في حلب. الأساس ما يجري عندكم، البوصلة هناك، سوريا الآن فيما تقوم به هي التي تحدد مسار المنطقة. يعني هو يملك رؤية، هذه الرؤية عبر عنها كثيرا ودائما ولم تتبدل خلال كل هذه الأزمة المركبة الطويلة. أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني أن هزيمة أعداء إيران هي أمر حتمي، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد في المنطقة لديه القوة والقدرة كإيران، لافتا إلى أن هذه القوة إلى ازدياد. سليماني وصف حزب الله بالقوة الثمينة التي تمنع الأعداء وتحقق الانتصارات، مؤكدا أن قدرة العدو على تحمل الحروب ضد لبنان لم تعد تصل حتى إلى يومين. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن استقلال إيران واعتمادها على قدرات شعبها أفشل المساعي الأمريكية وأديا إلى هزيمتها، وأضاف في كلمة له من جامعة طهران للعلوم الطبية أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت وبينها مؤتمر وارسو عجزت عن تشويه صورة إيران القوية. شعار الشعب الاستقلال نشأ منذ بداية الثورة، وبفضله لم يتمكن ترامب من القول إذا سحبت دعمي لإيران لمدة أسبوعين فلن تبقى على قيد الحياة، وغدا لا يستطيع أحد تهديدنا بسحب الدعم وبأننا سنتكلم اللغة التركية أو الروسية أو الصينية. نستمد قوتنا وتطورنا من الداخل، أي إننا ننتج العلم بأنفسنا. انظروا إلى أمريكا كم سعت خلال السنة الماضية إلى عقد جلسة واحدة لتدين إيران من خلالها، إلا أنها فشلت في ذلك. لقد غيرت اسم مؤتمر وارسو ومع ذلك هزمت. اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة. البعثة الأممية للدعم في ليبيا كشفت عن اجتماع بين الطرفين في أبوظبي بدعوة من المبعوث الأممي غسان سلامة وبحضوره، حيث اتفق الطرفان أيضا على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. وفي ليبيا أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أن العملية العسكرية في جنوب ليبيا لم تنتهي بعد. المسماري وخلال مؤتمر صحفي نفى قتال الجيش للمعارضين السياسيين، مؤكدا أن الجيش يقاتل الإرهابيين من تنظيم القاعدة في درنا. أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يتأهب لاستئناف عملياته من مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة. ووفق المتحدث باسم البرنامج فإن القمح الموجود في المطاحن بات موبوءا بالسوس بفعل طول مدة التخزين وتعرض بعض مخازنه للقصف وهو يحتاج إلى عملية تطهير. لا قلة المساعدات الدولية ولا تأخرها هما مصدر قلق اليمنيين فحسب، فثمة قلق جديد من مساعدات دولية إنسانية فاسدة يقربهم من الموت أكثر. كميات كبيرة من حبوب البازلاء والقمح هنا في هذا المخزن بصنعاء فاسدة وغزتها الحشرات هي هدية برنامج الغذاء العالمي لليمنيين على شكل مساعدات. تمت عملية الفحص الظاهري والمعاينة الظاهرية والتفتيش على الكمية التي كانت مصابة، وجدنا من خلال عملية الفحص الظاهري أن هناك حشرات حية وبكميات كثيفة على البازلاء الخضراء. طبعا تم عمل محاضر ضبط مخالفة. أكثر من 6000 كيس من القمح في 3 مخازن لبرنامج الغذاء العالمي مهددة أيضا بالفساد لقربها من أكياس أخرى فاسدة، حال دفعت المسؤولين إلى ضرورة فحص المنظمات مساعداتها والكف عن المتاجرة بمعاناة اليمنيين. نتمنى من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة لفحص هذه المواد قبل وصولها إلى نقاط التوزيع وقبل وصولها إلى المواطنين، وكف عن المتاجرة بمعاناة المواطنين ومعاناة الناس. المخاوف تتنامى من استمرار وصول المساعدات الدولية الفاسدة وسط غياب الرقابة، وهي مساعدات يعتمد عليها 22 مليون يمني وفق الأمم المتحدة.
فساد المساعدات ليس وليد اليوم، فقبل عامين سجلت جمعية حماية المستهلك اليمنية وصول باخرة مساعدات إلى عدن جنوب البلاد تحمل قمحا عفنا ليفاقم ذلك من معاناة اليمنيين أكثر. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كانت ودية جدا وكان بالإمكان توقيع اتفاق، لكن لم يبدو ذلك ملائما. ترامب وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة في العاصمة الفيتنامية هانوي أكد أن كوريا الشمالية لم تكن مستعدة لتقديم ما نريده لرفع العقوبات. سنغافورة أفضل من هانوي، فيها كتب تاريخ أول قمة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، وبمخرجات القمة كان كلا الطرفين راضيا وشهدت أجواء من التوافق غاب الكثير منها هنا في العاصمة الفيتنامية هانوي. فالزعيم الكوري الشمالي أراد رفع العقوبات بالكامل، لكن رغبة واشنطن لا تتماشى مع ذلك. رأينا أنه ليس من الجيد في الوقت الحالي التوقيع على اتفاق مع كوريا الشمالية التي أرادت رفع العقوبات بشكل كامل، ولم يكن بإمكاننا فعل ذلك. يقول ترامب إن كيم تعهد بأن لا يقوم بإجراء أي تجارب نووية جديدة، لكنه يرى أن هناك فجوة بين ما عرضته بيونغ يونغ وما تريده واشنطن، فقد بحث الطرفان سبل نزع السلاح النووي والشأن الاقتصادي، وفي الوقت الذي ترغب فيه واشنطن في أن تفكك بيونغ يونغ منشأة نووية رئيسية في يونغ بيون وأن تسمح للمفتشين الدوليين بدخولها أو حتى بتسليم قائمة بجميع ممتلكاتها النووية، توجه بيونغ يونغ النظر الأمريكية إلى منشأة صغيرة تراها واشنطن مجرد مراوغة. الصين وبعد انتهاء القمة تأمل استمرار الحوار ليحل السلام في شبه الجزيرة الكورية وما جاورها. لا يزال الحوار السبيل الوحيد لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، ونأمل بشدة أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من الحفاظ على الحوار والاستمرار فيه وتشجيع الجهود المشتركة في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. الأمل بلقاءات جديدة قائم، فقد رحب ترامب وكيم بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في بيونغ يونغ، وأمريكا ترامب ليست مستعجلة للتوصل إلى اتفاق على نزع السلاح النووي لبيونغ يونغ. اتفاق جيد طويل الأمد خير من اتفاق تهتز أركانه بعد مجيء رئيس جديد إلى البيت الأبيض. في كاليفورنيا أدى فيضان نهر بفعل الأمطار الغزيرة إلى غرق نحو 2000 مبنى سكني وتجاري شمال سان فرانسيسكو. الفيضانات دفعت السلطات إلى إجلاء أكثر من 350 ألف شخص من السكان. ومن أخبار الكوارث الطبيعية إلى أخبار الاقتصاد والزميل عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مساء الخير عبد الرحمن. شكرا. أهلا بكم. قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله إنه تمت إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد حسم 41 مليونا و800 ألف شيكل منها، أي ما يقارب 12 مليون دولار. وأضاف الحمد الله إن القيادة قررت رفض تسلم المقاصة إذا تم حسم أي مبالغ منها. وكانت السلطة الفلسطينية قد وجهت رسالة في العاشر من شباط فبراير تضم ردا قاسيا على تهديد تل أبيب بحسم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية. أكد وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة أن العقوبات الاقتصادية تمثل أبرز التحديات أمام الصناعة السورية، وشدد في تصريح للميادين بعد مشاركته في ملتقى الحوار الاقتصادي السوري على أن السوريين ينتجون محليا بطاقتهم الخاصة، وقد نهضت صناعات كثيرة بإمكانات محلية. التحديات أمام القطاع الصناعي هي وجود العقوبات الاقتصادية، لكن الشعب السوري هو شعب قوي وشعب مقاوم وشعب يأبى الذل، وبالتالي باستنهاض هممه ووقوفه أمام هذه التحديات وجدنا أنه ينتج محليا وتصديريا ولا يأبه بهذه العقوبات، وسيواصل إنتاجه وإقلاعه صناعيا وزراعيا لمواجهة التحديات وتوفير الأمن الغذائي لهذا البلد المقاوم.
يعتزم الأردن بالتوازي مع انطلاق أعمال مؤتمر لندن لعام 2019 طرح مشاريع مائية استراتيجية لها الأولوية في الأمن المائي في البلاد، وعلى رأسها مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة. ويسعى الأردن لطرح 5 مشاريع مائية تصل كلفتها التقديرية إلى نحو 2,110,000,000 دولار، ويكون تنفيذها وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT. على أن يتم طرح مشروع تحلية المياه في العقبة إضافة إلى مشروع تحلية المياه الجوفية المالحة في أبار وادي حسبان بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون متر مكعب سنويا. قال كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت لايتهايزر إنه لا يزال يتعين عمل الكثير قبل التوصل إلى اتفاق تجارة جديد مع الصين رغم التقدم الحقيقي المحرز حتى الآن. وصرح لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكية أنه بعد أشهر من التفاوض مع بكين بدأنا نحرز تقدما حقيقيا، ولكن لا يزال يتعين عمل الكثير سواء قبل التوصل إلى اتفاق أو بعده. انعكس الخلاف بين الحكومتين الفرنسية والهولندية على أسهم شركة إير فرانس KLM التي تتنافس الدولتان على استحواذ حصة أكبر فيها منذ عام 2003. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 11% يوم الأربعاء بعد أنباء عن عزم حكومة هولندا على رفع حصتها في شركة الطيران لإحداث توازن مع حصة الحكومة الفرنسية. وأعلن وزير مالية هولندا أن بلاده استحوذت على 12.7% في الشركة، وتهدف إلى زيادتها لتصل إلى نحو 14%. يخزن مرضى السكري وموردو الأنسولين في بريطانيا الأدوية الخاصة بهم لتفادي النقص المحتمل إذا تم تنفيذ مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت من دون التوصل إلى اتفاق. ويعتمد كثير من مرضى السكري في بريطانيا الذين يبلغ عددهم 3,700,000 شخص بينهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشكل كلي تقريبا على الأنسولين المستورد من الدول الأوروبية. ويعني الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أنه سيعاد فرض رسوم جمركية وعمليات تدقيق، ما قد يؤدي إلى تأخير على الحدود. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة. عند 5:30 تماما الموعد مع الاقتصادية المفصلة. عودة لك عبد الرحمن. سنكون في الانتظار عبد الله. شكرا لك. وصلت نحو 35 شاحنة إلى مناطق قريبة من مزارع الباغوز الواقعة شرق الفرات لنقل دفعة جديدة من المدنيين وعائلات تنظيم داعش إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول. خطوات قليلة تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن بدء المعركة الحاسمة على جيب تنظيم داعش الأخير شرقي دير الزور. وبناء عليه فقد خرج 100 الأشخاص من المدنيين المتبقين في المنطقة وعناصر تنظيم داعش وعائلاتهم نحو مناطق تجمع الشاحنات للتوجه إلى مخيمات الهول في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف الحسكة بحسب المرصد السوري المعارض. نحن من زمان نستنى السيارات يجي بس نطلع، وجت السيارات وطلعنا وبي ناس ثابتة تقول نحن نظل لما نموت هنا. وبحسب المرصد فإن الدفعات القادمة من مزارع شرق الفرات في الريف الشرقي لدير الزور قرب منطقة الباغوز تحمل معها مزيدا من الوفيات معظمها من الأطفال الذين لم يتمكنوا من تحمل الأحوال الجوية والأوضاع الصحية في مناطق وجود التنظيم. وخلال رحلة النزوح نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول ليصل عدد الذين توفوا إلى 51. نحن حقيقة لا نعلم كم عدد المدنيين في الداخل. نتمنى هذه العمليات تنتهي بالسرعة الفائقة لكي تنتهي هذه المرحلة، مرحلة إجلاء المدنيين، ومن بعدها طبعا ننتقل إلى المرحلة الثانية ومرحلة الحرب أو استسلام المقاتلين. ازدياد حالات الوفاة أدى إلى استياء النازحين الذين ألقوا اللوم على الأمم المتحدة قائلين إنها المسؤولة الأولى عن كل هذا التقصير، بينما المنظمات الدولية تكتفي بالبيانات الإعلامية على حد قولهم. عملية الخروج لم تنتهي بعد، فلا تزال هناك أعداد كبيرة من المدنيين والمسلحين وعوائل عناصر التنظيم وقادته مما ينتظرون الخروج تزامنا مع امتناع 10 القادة عن الخروج واختيارهم القتال حتى النهاية. والآن مشاهدينا الأخبار الرياضة في الظهيرة والزميل محمد جرادي. إليك محمد. شكرا عبد الرحمن. أهلا
بكم بتسديدتين فقط على المرمى نجح برشلونة بإحراز 3 أهداف في شباك ريال مدريد وخطف بطاقة العبور إلى نهائي كأس إسبانيا. الفريق الكتالوني حسم الفصل الأول من مواجهتي الكلاسيكو هذا الأسبوع وفاز بثلاثية في سانتياغو برنابيو. نتيجة المباراة لا تعكس السيطرة المدريدية المطلقة طوال الشوط الأول ومنتصف الشوط الثاني، لكن الفريق الملكي افتقد اللاعب القادر على إحراز الأهداف، ويلتقي الفريقان بعد 3 أيام في الدوري على سانتياغو برنابيو أيضا. مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أكد أن المباراة كانت صعبة جدا تحديدا في الشوط الأول، لكنه اعتبر أن فريقه لعب بذكاء وخطف الفوز. كرة القدم هي دائما لعبة لا يمكن التنبؤ بها. خلال أحد المباريات سدد الفريق 25 تسديدة باتجاه المرمى وفشل في تسجيل أي هدف، بينما سددنا اليوم 3 كرات باتجاه المرمى وسجلنا 3 أهداف، وهذا غريب ولا سيما في استاد البرنابيو. عند خوض مباراة متميزة فإن الفريق المتقدم ينهي المباريات دائما بروح إيجابية، لكننا لم نفز باللقب بعد، علينا خوض المباراة النهائية. وعبر مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري عن حزنه بعد الخسارة، واعتبر أن فريقه لعب بشرف وقدم مباراة جميلة لكنه افتقد الفعالية أمام المرمى. الفعالية هي أهم شيء في كرة القدم، فنحن نريد أن نكون أكثر فعالية والتسجيل من الفرص التي نصنعها. من المهم تهيئة الفرص وتقديم أداء جيد، لكنك بحاجة لتسجيل الأهداف وتحديدا في اللحظات التي بوسعها أن تحسم مسار المباراة. كنا على مقربة من القيام بذلك في الشوط الأول والثاني، لكنهم عاقبوننا عندما شنوا عددا من الهجمات. التعادل يسيطر مجددا على ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، فبعد لاتسيو وميلان جاء دور فيورنتينا وأتلانتا ليخرجا لا غالب ولا مغلوب في أجمل مباريات هذا الموسم في إيطاليا. مواجهة فلورنسا جاءت مثيرة على جميع الصعد، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بـ2 بعدما تقدم أتلانتا بثنائيات غوميز وباساليتش، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بهدفي فيدريكو كياتسا وبيناتسي. وفي الشوط الثاني تقدم أتلانتا مجددا بهدف مارتن ديران قبل أن يعادل لويس موريال، لتنتهي المباراة بثلاثية. فرحة عارمة لجمهور باليستين بعد تأهل الفريق إلى كأس ليبرتادورس. الفريق التشيلياني حسم بطاقة التأهل بعد الفوز على أرضي تايبريسا الأرجنتيني بـ2-1 في إياب دور المجموعات بعد التعادل بـ2 ذهابا. لويس خيمينيز قاد فريقه إلى الفوز بتسجيل الهدف في الدقيقة 71 قبل أن يضاعف كريستوبال خوركيرا النتيجة في الوقت القاتل. باليستين أكمل عقد المتأهلين في المجموعة الأولى ووقع مع ريفر بليت الأرجنتيني وإنترناسيونال البرازيلي وأليان سليم البيروفي. صفعة جديدة كبيرة تلقاها الاتحاد الإسباني لألعاب القوى بعد الحكم على مدرب المنتخبات الوطنية ميغيل أنخيل ميغان بالسجن 15 عاما. صحيفة البايس المحلية نشرت الخبر بعدما ثبت اتهام المدرب بالاستغلال الجنسي للاعبيه في ملف البطولات الخارجية على مدى أعوام عدة. ابن 69 عاما سيدفع تعويضات للاعبين بقيمة 35,000 يورو، علما أنه أشرف على أحدهم في ألعاب برشلونة 92 وقاده إلى التتويج بالفضية. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عاد إليك عبد الرحمن مجدد. شكرا لك محمد. إلى العناوين. اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة تكشف عن انتهاكات لسلطات الاحتلال الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. روسيا تعلن فشل خطة واشنطن لخرق حدود فنزويلا وتؤكد معارضتها المشروع الأمريكي حول فنزويلا في مجلس الأمن. رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد بالإفراج غدا عن الطيار الهندي كبادرة حسن نية تجاه نيودلهي. رئيس الوزراء الجزائري يحذر من تكرار نموذج سوريا في بلاده واعتقال صحفيين خلال وقفة احتجاج في العاصمة. وقمة هانوي تختتم من دون اتفاق واضح، وترامب يعلن اشتراط كيم رفع العقوبات لتفكيك السلاح النووي من مناطق محددة.
للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.